يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة هنتكلم فيها عن جوانب كتير جدا جدا، سواء على الصعيد العالمي الصعيد المحلي، وطبعا أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي الفترة الحالية كل الكواليس الجديدة اللي بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، هنتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة، خصوصا ان الاستعدادات مستمره، وبالتحديد النهارده مباراه وديه بتلعب في هذه اللحظات بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق الاسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وللاهلي بيستعد من خلال مبارياته الوديه لاول مواجهه رسميه امام فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 اكتوبر المقبل في ذهاب دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي الكواليس كتير جدا والاخبار اكتر والقضايا كمان مهمه قوي هنتكلم فيها يعني في الحقيقه، فبالتالي حلقة مهمة، لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة، هو توقعاتكم للاعب اللي هيتألق مع الفريق في الموسم الجديد في بطولة الدوري أو مختلف البطولات في الموسم المقبل اللي على وشك البداية. إن شاء الله نتمنى كل اللعيبة تتألق، بس دايما كده أنت بتبقى متفائل تقول لك إيه، تقول لي مثلا فلان ده هيكسر الدنيا الموسم اللي جاي، فقول لنا بقى أنت شايف مين اللي ممكن يكسر الدنيا مع النادي الأهلي في الموسم الجديد من خلال تواصلك معانا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الأهلي، الأهلي يخوض ودياته الثانية أمام أسوان، كولر يرفض الاستعجال في عودة بيرسي تاو، وفي الترند المحلي كلاتنبرج يكشف كواليس اختيار القائمة الدولية للحكام. عناوين مهمة لكن تفاصيلها بكل تأكيد أهم، وفي الحقيقة يعني يمكن القضايا اللي احنا بنتابعها خلال الساعات اللي فاتت آخر 48 ساعة بالتحديد، وهي مش قضايا، هي مسرحية للأسف بتضحكنا وموتنا من الضحك. هنتكلم في حاجات كتير جدا مهمة، وهنربط الأحداث ببعض عشان نشوف مين المسؤول، وهنشوف ازاي هيتحاسب لو هيتحاسب، بس بعد الفاصل استنوا. ايه رايكم؟ مسرحيه ومشهد مضحك للاسف الشديد من الاتحاد المصري لكره القدم، وللاسف احنا بنضحك من كتر زعلنا على حال الكره المصريه وعلى للاسف الفشل الاداري والفساد الإداري الواضح جدا جدا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. هل في حد يختلف على كده بعد الأزمة الجديدة بتاعت سيف الجزيري وقيده، وهل هو تأيد في صفقة انتقال حر ولا تأيد عن طريق بيع وشراء ولا تفعيل بند الإعارة ولا كلام من ده؟ نصدق مين؟ التصريحات كلها متضاربة، لكن أنا يهمني دايما الرسمي من اتحاد الكورة اللي صرف بيان للصحفيين امبارح، قال يا جماعه الاجراءات صحيحه، خلي بالك، قال لك الاجراءات صحيحه، ده لاعب تم قيده في صفقه انتقال حر لنادي موقوف قيد. ما هي حاجه من الاثنين، يا اما الزمالك فعل بند الشراء بتاع سيف الدين الجزيري ويبقى الزمالك حقه ان هو يأيد اللاعب تمام لانه كان عنده اعاره، يا اما نادي المقاولين اسقط اللاعب من قائمته زي ما الاتحاد قال تمام علشان يساعد نادي بعينه انه ما يدفعش حق الرعايه بتاعت الانديه التونسيه. في كل الاحوال ده تواطؤ. تواطؤ واضح جدا ومش جديد علينا. لكن المشكله مين اللي بيحاسب؟ وهيتحاسبوا ولا لا؟ اقول لك انا الاجابه، لو كان لازم يتحاسبوا فكان لازم يتحاسبوا ساعه الجواب اللي اختفى، اللي خبوه، اللي كانوا كمان بيحاولوا يخفوه عن اللجنه اللي جايه من وزاره الشباب والرياضه عشان تفتش بخصوص جواب ايه؟ نهائي دوري ابطال افريقيا. كان الاولى ان الناس دي تتحاسب ساعتها. هننتظر ان هم يتحاسبوا دلوقتي؟ الله اعلم، اتمنى. لان هم هم. حتى لو تقول لي كان قبل كده لجنه او دلوقتي مجلس اداره الاتحاد، لا هم هم. وانا عارف انا بقول لك ايه كويس جدا. نفس المدرسه ونفس التفكير وكمان نفس الاشخاص. انا بجيب لك من الاخر. لكن حد اتحاسب في موضوع خطاب نهائي افريقيا اللي اتبعت من الكاف واللي اتشال في الدرج واللي حاولوا يخبوه عن لجنه التفتيش بتاعت الوزاره، ولما اتزنقوا راح باعتين للوزاره ومطلعين الجواب باعتين وناقص بند تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ ليه؟ لصالح مين؟
التواطؤ ده لصالح مين وعشان ايه وايه اهدافك وعايز تخدم طرف بعينه ليه، وممكن يكون الطرف ده اصلا ما طلبش مثلا يعني انه يتخدم، لكن انت بتعمل كده لمين؟ بتعمل حساب الصوت العالي اللي ممكن تسمعه لو ما تصرفتش من نفسك وما ساعدتش من نفسك، ولا بهدفك ايه؟ هو موضوع نهائي دوري ابطال افريقيا لما الاهلي للاسف الشديد ما لقاش اتحاد الكوره واقف جنبه في ملف زي ده واخفى الخطابات، كان عشان ايه؟ عشان تخسر الاهلي ومصر بطوله مهمه زي دي؟ طبعا. في الوقت اللي احنا بنشوف فيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بيدعم وبيساند بشكل قوي جدا جدا تنظيم بلدنا الحبيبه لاولمبياد 2036، بنلاقي للاسف على النقيض تماما ناس غير مسؤوله موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم. لا يا جماعه، الدوله ماشيه في اتجاه والناس دي ماشيه في اتجاه تاني خالص، ده انتوا سوقتوا صوره الكره المصريه جدا، ده انتوا خليتوا صوره الكره المصريه في الارض. بس هنفضل كده طول ما مفيش حساب، طول ما مفيش نتيجه للتحقيقات، طول ما كل حاجه بيتكتم عليها وبتخلص وبتعدي والناس بتنسى وبنعتمد على النسيان، لكن المواقف الجديده هي اللي بتفكرنا باللي قبل كده اللي ما تنساش اصلا واللي سببه الرئيس اتحاد الكره في مصر. فهل ده تواطؤ ولا مش تواطؤ؟ تواطؤ. الكارثه الكبيره يا جماعه، الكارثه الكبيره ان اتحاد الكره بيكذب على الفيفا. الفيفا اللي سالت بقى لما لقت النادي التونسي او الناديين التونسيين ها بيقول لك يا جماعه دلوقتي الناس في مصر اولا في نادي ما ردش علينا بخصوص حقوق الرعايه، واتحاد الكوره بيقول ان اصلا اللاعب تم قيده في صفقه انتقال حر، والنادي اللي ايده في صفقه انتقال حر ده اصلا موقوف قيد. فبعتوا الناس للفيفا قالوا لهم يا جماعه بعد اذنكم احنا لينا حقوق رعايه والناس هناك مش واضحه معانا. فالفيفا لما سالت اتحاد الكوره، اتحاد الكوره قال لهم ده صفقه انتقال حر. يعني بيدين نفس، عمرك شفت سذاجه كده انك تدين نفسك وتدين ناديين كمان معاك اللي هم طرفي العقد بتاع سيف الدين الجزيري؟ مفيش سذاجه كده. ده هل دي سذاجه ولا شيء متعمد؟ وانا شك. وفي نفس الوقت ولا جهل باللوائح او جهل بطرق القيد على حسب الحاله اللي قدامك ايه؟ نادي مسموح ليه انه يقيد ولا نادي موقوف قيد ولا اصلا في عقد وتم تفعيل البند الشرائي اللي فيه ولا الامور ماشيه ازاي؟ فانك تكذب على الفيفا، من الفيفا بقى اخر ما زيت قالت لك بقى يا جماعه احنا نبعت للنادي عن طريق الاتحاد الاهلي ونقول لهم يا جماعه قولوا لنا هاتوا لنا كل الوثائق بتاعت العقد، العقد ده ايه حقيقته قولوا لنا. فالفيفا طبعا لما هيشوف العقد اللي شفنا صور كتير ليه منتشر على السوشيال ميديا هيكتشف ان في اتحاد كوره فاشل. في اتحاد كوره فاشل موجود هنا في مصر للاسف الشديد. في الوقت اللي وزاره الشباب والرياضه ورئيس الجمهوريه وكل الناس بتحاول تنهض بالرياضه المصريه وان احنا ناخد خطوات للامام وننظم احداث عالميه كبيره ما كناش نحلم بيها وتطوير بنيه تحتيه اكثر من رائعه بشكل ممتاز حاجه نفتخر بيها، في الوقت ده بتلاقي ناس اصلا نايمه مش هنا مش معانا في دنيا تانية للاسف الشديد يعني. فالفيفا هيكتشف ان في كذب بيحصل وهيحقق في الموضوع وهيرجع للسيستم، واكيد الفيفا بقى ما بيهزرش، اكيد هيبقى في قرارات. اتحاد الكره اكيد مدان حتى لو كانت اجراءات القيد صحيحه. طب انت بتكذب ليه؟ لمصلحه مين؟ عشان 5% بتوع حق الرعايه؟ الراجل ده مبلغ فاضي، ايه المشكله يعني؟ اي حد ليه حق لازم ياخده ايا كان. لو اكتشف الفيفا كمان ان في تواطؤ من الانديه شركه اتحاد الكوره وان فعلا تم قيد اللاعب في صفقه انتقال حر، هتبقى كارثه غير طبيعيه في تاريخ الكوره في مصر. ولازم يكون في حساب. وبأمل ان احنا في يوم من الايام نشوف المخطئ بيتحاسب في الكره المصريه في اتحاد الكوره. بأمل، بتمنى، بحلم بكده، وعندي امل كبير ان الحلم ده هيتحقق. اه هو حلم ان احنا نشوف اللي بيغلط بيتحاسب بيتعاقب. وهنا برضو الدور على الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. يا جماعه ما انتوا لما شفتوا خطأ جسيم متعمد من الاتحاد في أزمة النادي الأهلي تسببت من حرمان مصر
من بطولة قارية مهمة، وقللت فرص فريق بيمثلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في بطولة قارية هامة جدا من خلال انه يلعب على ارض المنافس بسبب تواطؤ الاتحاد واخفاءه الجواب. ما انتوا ما اتحركتوش يا جمعيه عموميه، ما سحبتوش الثقه من الناس دي، فطبيعي ان احنا نشوف كوارث ثانيه بتتعلق بمختلف الانديه. لكن ايه الجديد؟ ما فيش اي جديد هنا عندنا في الكوره، ما فيش اي جديد. الرياضه في تطورات بتحصل منها او فيها من خلالها، لكن في كره القدم واتحاد الكوره لا، احنا محلك سر وشخصيات ضعيفة بتقود الاتحاد ده للأسف الشديد. فلازم يبقى في وقفة، لازم يبقى في تحقيق، بس تحقيق بقى، تحقيق جدي، مش تحقيق لمجرد ان انا بحقق وخلاص الدنيا خلصت والناس بتنسى، ونطلع بقرارات، قرارات فعلية مش توصيات. المفروض كذا كذا كذا، الفلان ده مدان، طب ها وبعدين. ويطلع قبل كده لو فاكرين ساعه الجواب رئيس اتحاد الكوره الاستاذ جمال العلام في احدى المداخلات الهاتفيه في احدى البرامج، لو قال لك ايه بقى، لو اكتشفت ان في حد فعلا خبى الجواب والله انا اول واحد هعاقبه. هيتعاقب؟ عملت حاجه يا استاذ جمال؟ ما عملتش حاجه، مع ان معروف جدا، معروف جدا مين اللي غلط والتوصيات كانت جايه بايه وكل حاجه كانت. والوزاره نفسها قالت لكم يا جماعه الاتحاد مدان واحد الموظفين مدان، وتقرير اللجنه بتاعت التفتيش قالت لك فلان الفلاني مدان، واتهمته بالاهمال والتقصير. عملت ايه يا استاذ جمال؟ اعتمدت على ذاكره السمك اللي انت متخيل ان هي موجوده عند المتابعين والجماهير، لكن للأسف محدش بينسى ومحدش هينسى لحد ما نتخلص من المسؤولين الغير مسؤولين اللي مش عارفين حجم دورهم ومسؤولياتهم، واللي بيديروا بمنتهى العشوائية والفهلوة وبالحب والدنيا بتمشي وبالعلاقات. ده على كل المستويات، على كل المستويات في اتحاد الكورة. لما تيجي تتكلم على قائمة الحكام الدوليين، سمعنا فضائح كتير جدا في الموضوع ده، ما تشوف الكشف كان على الحكام كان بيتم ازاي تضحك، تقع على روحك بالضحك. كل الحاجات لما تشوف مدير فني المنتخب المصري بتجيبه وبتشيله بعد اسبوعين عشان قرارك كان خاطئ، تموت على روحك من الضحك. لما تشوف كم القرارات الخاطئة، لما تشوف واحد زي كيروش بيمشي من عندك، ها، تقع على روحك من الضحك. كل ده فشل إداري وفساد إداري وناس ما عندهاش فكرة. للأسف الشديد الواحد زعلان وهو بيقول كده، بس الواحد بيقول كده عشان بيأمل في الإصلاح وإن احنا نمشي مع نفس اتجاه الدولة. عايزين نتقدم يا جماعة، عايزين نساعد القادة السياسية، نساعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في النهوض بالرياضة المصرية. لكن انتوا واخديننا في حتة تانية خالص للأسف الشديد. هنفضل متابعين الملف ده ونشوف الدنيا هتخلص على ايه، عشان نشوف في حد هيتحاسب ولا لا، نشوف مين المخطئ، وهل اتحاد الكوره بس المدان ولا اتحاد الكوره والناديين التانيين مدانين معاه. هنفضل مترقبين وهنفضل مستنيين. للاسف الشديد برضو بعض الدلائل اللي بتقول لك ايه، ان اتحاد الكوره عايز يبقى يعني في اتجاه طرف على حساب التاني. لما تيجي تقارن مثلا بنشوف منتخب مصر مع فيتوريا، بين الشوطين بيرجع اتنين لعيبه في المنتخب لناديهم عشان عنده ماتش في دوري ابطال افريقيا، في الوقت اللي النادي الاهلي كان بيمثل الكره المصريه في اكبر محفل عالمي وهو كاس العالم للانديه، وفي لعيبته موجودين في منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه، والنادي الاهلي بنفسه قال يا جماعه اللعيبه دي تفضل موجوده عشان مصلحه المنتخب ومصلحه مصر فوق كل شيء. لكن يا سيدي ماشي، المنتخب خلص وللاسف الشديد خسرنا بضربات الجزاء في مباراه النهائي قدام السنغال. اتحاد الكره ما كلفش نفسه انه يبعت العناصر الدوليه بتاعت النادي الاهلي بطياره مباشره لابو ظبي عشان يشاركوا مع النادي في مبارياته، عشان يكون في نوع من انواع الاريحيه بشكل نسبي حتى. ساعد يا اخي في الوقت اللي انت بتطلع ناس من المعسكر بين شوطين مباراه دوليه وديه في الاجنده الدوليه بتوديهم عند النادي بتاعهم.
عشان تساعد النادي. طب ما تساعد كل الانديه، اشمعنى انت جاي مع النادي ده والنادي ده لا؟ ما هي دي برضو من الحاجات اللي تجنن، الحاجات الغريبه. فاحنا منتظرين وهنترقب وهنستنى القصه دي. لكن قبل ما اطلع فاصل بقى، لان خلي بالك ادي القصه بتاعت ازمه سيف الدين الجزيري والناس كلها بتتكلم فيها امبارح، الناس مصر كلها بتتكلم في القصه دي. لكن على الجانب الاخر في ناس من عالم تاني، عارفين الاغنيه بتاعت مدحت صالح؟ هي بتاعت الاستاذ مدحت صالح، صح يا جماعه؟ اللي هي انت اكيد من عالم تاني، صح كده؟ في ناس بقى، ايوه صح ماشي، في ناس تاني، فهي فعلا في عالم تاني، ناس تانيه اكيد من عالم تاني، يطلعوا يقول لك ايه؟ سايب بقى القصه كلها، سايب الحدوده والمسرحيه والمشهد اللي احنا بنتفرج عليه، يطلع يقول لك ايه؟ هو الاهلي ازاي يتعاقد مع برونو سافيو؟ لا يا شيخ، والله العظيم حاجه تموت من الضحك. هو الاهلي ازاي ما يعرفش ان برونو سافيو ده ممكن يتوقف؟ هو لا هيتوقف ولا بتاع، ولو توقف توقف هناك في بوليفيا خلاص. بس انت ليه ليه ساب الحته دي؟ انا عارف ليه، وحياه ربنا اقسم بالله عارف ليه، وهيجي الوقت واقول لك ليه. سايب القصه بتاعت الجزيري والدنيا قايمه مش قاعده والدنيا نار وكل الاعلام بيتكلم وكل الناس بتتكلم، ورايح انت مركز مع الاهلي. للاسف انت نسيت بيرسي تاو، نسيت تتكلم عليه امبارح، وجاي تتكلم على مين؟ برونو سافيو. ازاي الاهلي ما اكتشفش ان اللاعب ده موقوف؟ يا حبيبي افهم، برغم ان انا اشك انك هتفهم وحياه ربنا، لانك عندك توجه بعينه وبتصفي حسابات. فصفي مع نفسك، ما حدش واخد باله منك اساسا، ما حدش واخد باله منك، لان انت راجل غير حيادي. حتى لو انت موجود في قناه من المفترض انها محايده، لكن انت بتنفذ اجنده معينه. فبتسال اولا برونو سافيو عشان تفهم، بس قبل ما اطلع الفاصل معلش يا جماعه انا عطلتكم، قبل ما اطلع الفاصل عشان تفهم، الاهلي لما بيجي يتعاقد مع لاعب ها بيبقى عارف انه مش موقوف، وفي نفس الوقت بيكشف على البطاقه بتاعته على السيستم التي ام اس، البطاقه بتاعت برونو سافيو ما عليهاش اي ملاحظات عشان ما حدش يحاول يقعد يرغي في الموضوع ده. فالاهلي تعاقده سليم مع لاعب جاهز للمشاركه في اول مباراه رسميه. لكن انت مش هتفهم الكلام ده، لانك عندك اغراض تانية وحسابات تانية بتحاول تصفيها انت وغيرك للاسف الشديد يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل، يلا بينا. اولا بشكر الناس على التصحيح والتوضيح، لان اكتر من حد بعت لي قال لي الاغنيه اسمها من كوكب تاني بتاعت الاستاذ مدحت صالح، بس في اغنيه تانية برضو لخالد سليم اسمها انت اكيد من عالم تاني. فالاتنين يمشوا، خلي بالك الاتنين يمشوا مع هؤلاء اللي هم بيشتغلوا بمنتهى العشوائيه اللي احنا اتكلمنا عنهم ووضحنا عنهم، وانا شاكك ان ممكن يكون دول اصلا كائنات فضائيه، لا كوكب بقى ولا عالم. ف يعني الواحد زعلان وحياه ربنا بجد على حل الكره في مصر يعني. طيب خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا النهارده عنده مباراه وديه مع اسوان في اطار الاستعداد لبطوله دوري ابطال افريقيا ومستهل هذا المشوار الهام جدا اللي فقده النادي الاهلي، واللي ساهم في فقد النادي الاهلي للبطوله دي هو الاتحاد الكوره، اتحاد الكوره المصري. اتحاد الكوره ساهم بشكل كبير جدا جدا في ان النادي الاهلي يخسر البطوله، بدل ما يحقق ويعمل انجاز تاريخي بالفوز للموسم الثالث على التوالي، اتحاد الكوره ساعد ان الاهلي يخسر باخفاء الجواب. ما احنا مش هننسى، هنفضل نتكلم على الجزئيه دي. لكن في كل الاحوال الاهلي عنده امال كبيره جدا بمنتهى الثقه، بمنتهى الثقه وبجهاز فني جديد ومميز ومؤشرات ايجابيه قوي، من غير ما اعلي قوي واقول لك بقى التفاصيل ايه وكلام من ده، وبلاعبين اكفاء اهمهم اللعيبه اللي ريحت، لان دول لعيبه سوبر غير الصفقات اللي تم الاعلان عنها واللي هيتم الاعلان عنها باذن الله واحد احد. فاستعدادات كلها قويه، لعبنا ماتش اولاني مع بتروجيت كسبنا 5-1، الماتش الثاني بيتلعب وانا بكلمكم دلوقتي اعتقد في الشوط الثاني اعتقد يعني، والامور ماشيه بشكل كويس. والناس اللي هتسالني عن تفاصيل المباراه بتتلعب دلوقتي، مش هقول تفاصيل المباراه. ليه بقى؟ هقول لك ليه، وده عن تجربه والله العظيم. اولا سافرت تونس مرتين او ثلاثه تقريبا، قناه الاهلي يعني في نسب متابعه كبيره قوي قوي ليها في تونس. انا رحت العاصمه تونس ورحت سوسه، الناس بتتفرج على قناه الاهلي بشكل كبير جدا جدا ومتابعين. والناس بالمناسبه، وانا بحب تونس قوي 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 بصراحه، الناس هناك بتحب النادي الاهلي جدا جدا، ففي متابعه دايما لاخبار الرياضه المصريه واخبار الاهلي بالتحديد، ومتابعه دايما لقناه الاهلي. فاحنا مش هنكشف ورقنا يا جماعه، انا نفسي هموت واتفرج على اي ماتش الاهلي، اي ماتش حتى لو ودي زي اللي بيتلعب دلوقتي، لا هيقدم ولا هياخر،
هو هيقدم ويفيد طبعا الجهاز الفني، لكن بالنسبه لنا احنا يعني مش هناخد بطوله في الماتش ده لو كسبناه. فماتش ودي، حتى الماتش الودي ده التدريبات بنبقى عايزين نتفرج عليها، بس الاهم الاهم واعتقد كل الاهلاويه متفقين معايا بجزئيه زي دي، مصلحه الفرقه انك ما تكشفش ورقك لفريق قوي جدا جدا زي فريق اتحاد المنستيري، والناس كلها بتشيد بيه، واللي حقق المركز الثاني في الموسم اللي فات في الدوري التونسي، واللي كان بينافس ترجي بمنتهى القوه. ويمكن انا قريت تصريح ما اعرفش هو صحيح ولا لا لعصام الشوالي المعلق الشهير، المعلق التونسي الشهير، قال لك ان اتحاد المنستيري قادر على اقصاء النادي الاهلي. لا، احنا لازم نحترم الفريق ده بمنتهى القوه ومنتهى الاحترام الكامل، ونستعد ليه بشكل قوي جدا جدا، ونبقى جاهزين 100%. ممكن الرؤيه بالنسبه لهم ما تبقاش متضحه، الاهلي هيلعب ازاي، ده في مدير فني جديد، فحتى الماتشات القديمه اللي هتفرج ليها على الاهلي مش هتفيدنا بشكل كبير قوي في كلام. لا، احنا عايزين نساعد الفرقه، لكن الاهم اللي انا اقدر اطمنك عليه ان الاستعدادات ماشيه بشكل كويس جدا، اللاعبين جاهزين بشكل قوي قوي، وفي عدد من العناصر المؤثره بتعود من الاصابات، ابرزها قفشه وشريف، وفي كوكا كمان بيرجع، وبيقترب قوي بيرسي تاو اللي الراجل مهتم بيه اهتمام كبير، بخلاف الكام لعيب اللي انت تعاقدت معاهم الثلاث لعيبه الموجودين لحد دلوقتي. ركز معايا في الكلمه دي، لحد دلوقتي. فانت لا، داري كده على نفسك وركز عشان تدخل المباراه دي بجاهزيه تامه باذن الله تعالى، الماتش اللي هيكون يوم 9 من شهر اكتوبر المقبل. فالاهلي عنده مباراه وديه دلوقتي، والمباراه الثانيه او الثالثه بالتحديد هتكون يوم الاربعاء اعتقد، اللي هو يوم 29 من الشهر الجاري مع طلائع الجيش، وهي اخر، او الخميس، تمام، يوم الخميس مع طلائع الجيش، وهي اخر مباراه في اطار الاستعداد لمواجهه الاتحاد المنستيري. ده بخصوص الاهلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف ترند الاهلي في ايه واخر الاخبار واهمها على السوشيال ميديا بالتحديد، عشان نعلق ونوضح كل حاجه بتخص جماهير النادي الاهلي او جمهور الاهلي يكون عايز يعرفها يعني. نبتدي باليوم السابع، الاهلي يستعيد ثلاث مصابين قبل ضربه البدايه بدوري ابطال افريقيا، وهو طبعا بيتكلموا هنا على قفشه وشريف، عنصرين مهمين قوي 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 بالنسبه لنا طبعا، اثنين من العناصر البارزه، وايضا كوكا طبعا لاعب الوسط الشاب المميز جدا، عودته برده مهمه، بس كوكا بيشارك بشكل تدريجي يعني بدايه من امبارح ابتدى يشارك في التدريبات بشكل تدريجي، وكان عنده يعني اصابه في العضله الخلفيه بشد او مزق بالتحديد، بس الحمد لله شفي منها تماما، وواحده واحده بيرجع لنا لاعبتنا المصابين عشان تخلي القائمه باذن الله تكون متكامله مع بدايه المشوار الافريقي، وكمان بعدين المشوار المحلي المهم قوي، لان احنا وحشنا يا جماعه نشوف الاهلي وهو ماسك درع الدوري، حتى لو احنا يعني بقالنا سنتين بس، ممكن بالنسبه لناس تانية كتير عدد السنتين دول مش كتير يعني، بالنسبه لنا لا احنا كتير، الدوري عايزين نشوفه. فعندنا كمان بطوله السوبر المصري قدام فريق كبير زي نادي الزمالك، فريق قوي برضه، فلازم تكون جاهز جدا جدا، ولازم يكون عناصرك كلها موجوده ومتاحه بالنسبه لك، وفي الاخر القرار الفني بيتعلق بكولر، نتمنى له يا رب كل التوفيق. فعوده المصابين دي دايما من الاخبار السعيده بالنسبه لنا. خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب مبتدئ على تويتر، بيقول لك كولر يرفض رحيل طاهر محمد طاهر. مين قال اصلا ان طاهر هيمشي؟ مين قال؟ طاهر موجود، وطاهر قبل ما يتصاب في الموسم اللي فات في اخره كان احد اهم العناصر وابرزها في صفوف النادي الاهلي بصراحه. في فترات ما كانش موافق، كان بعيد جدا عن مستواه، لكن ختم الموسم لحد ما اتصاب بشكل كويس جدا. فطاهر موجود، بيقول لك اصل كان في مفاوضات قويه مع سيراميكا لضم اللاعب رغم وجود تكدس بمركز الجناح في الاهلي. ما هو خلي بالك مركز الجناح ده هو مش مركز واحد، هما مركزين، في جناح ايمن وجناح ايسر. طاهر الاساسي بتاعه جناح ايسر. مين موجود عندك كجناح ايسر في النادي الاهلي؟ هو طاهر. فكروني يا جماعه مين تاني؟ احمد عبد القادر؟ ما اعتقدش في حد تاني في الناحيه دي، اللي هو بيلعب على دلته وبيخلي رجله قويه جوه الملعب، رجله اليمين مثلا. لكن الناحيه الثانيه عندك دلوقتي بيرسي تاو بيلعبها، عندك برونو سافيو اصلا جناح ايمن، عندك شادي حسين بيلعب في المكانين وبيلعب كمهاجم، في اكتر من لاعب، في مصطفى سعد وافد الجديد النادي الاهلي من سيراميكا، في اكتر من لاعب في الوينج او جناح الايمن يعني. فمفيش تكدس ولا حاجه في مكان طاهر، بل بالعكس ده ممكن تلاقي كمان، ممكن تلاقي الاهلي بيدعم في المكان ده. خلينا نروح لخبر اخر، وده بخصوص بيرسي تاو، وده من مصري الرياضي على فيسبوك، بيقولوا ان قرار جديد من كولر بشان بيرسي تاو في الاهلي، والراجل بيقول احنا مش عايزين نستعجل في عوده اللاعب، وبالمناسبه هو تابع لقطات كتير جدا لبيرسي تاو واعجب به. تمام؟ عجبه بيرسي تاو.
ومين ما يعجبوش بيرسي تاو لو في قمه مستواه ولو جاهز بنسبه 100% على المستوى البدني، لان المستوى المهاري والجانب الفردي بتاعه مبهر بدون مبالغه. سوء حظ بس يعني صادفه خلال الموسم اللي فات اللي هو الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله يشفى تماما من الاصابه ويكون متاح، وهتشوفوا واحد تاني خالص لبيرسي تاو، فرصه قدامه متاحه انه يثبت ان هو لعيب كبير، لان هو فعلا لعيب كبير، ابرز لاعب في منتخب جنوب افريقيا بيرسي تاو. فالراجل يعني عنده نوع من انواع التريث بخصوص اشراك بيرسي تاو في التدريبات، هو خلاص تقريبا خف بيرسي تاو من الاصابه اللي كانت عنده في العضله الاماميه، وان شاء الله يكون جاهز قريب جدا مع كولر. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وده من الاهرام وحسابهم على تويتر، بيقول لك الاهلي يدرس تعديل عقد اليو ديانج. دي جوانب بقى تعاقديه واداريه بيختص بيها دايما النادي الاهلي بخصوص الاعلان عنها. لحد دلوقتي مفيش لا تعديل ولا اي حاجه ممكن يحصل مستقبليا، كله بيرجع للرؤيه بتاعه المسؤولين في النادي الاهلي، لكن اللي احنا عارفينه كجماهير ان ده لاعب جامد قوي ما شاء الله عليه، يا رب بس يبقى في نفس مستواه في الموسم الجديد، لان موضوع الحفاظ على المستوى ده هو ده التحدي الابرز لاي لاعب في الدنيا، انك تفضل بتادي بنفس المستويات الجيده بالنسبه لك. تقع ماتش ولا اتنين مفيش مشكله، بس ترجع بسرعه. فده واحد من الناس اللي مستوياتها شبه ثابته مع النادي الاهلي، فلاعب مهم. الناس في النادي الاهلي هم اللي يقدروا يقرروا امتى يتم تعديل عقده وامتى اي حاجه بخصوص الجوانب دي. الوطن سبورت بيتكلموا على ان الاهلي يطمئن على اصابه ميسي اللي هو مصطفى سعد مع المنتخب الاولمبي ويعود خلال 3 ايام. بالمناسبه ميسي ممكن جدا النهارده يشارك في تدريب المنتخب الاولمبي، وبعد ما كانت اتصاب اول امبارح في الماتش الودي قدام بنين واصابه انا شرحتها لحضراتكم وتواصلت مع اللاعب وطمنت بشكل كبير جدا، ما فيهاش اي حاجه، كدمة كانت قويه في وقتها بس، ودلوقتي مفيش الام اصلا بالنسبه للاعب، لكن كجانب احترازي من الوارد في توجه انه يشارك بدايه من بكره في التدريبات، لان بعد بكره في ماتش ودي تاني مع بنين بالنسبه للمنتخب الاولمبي، فمفيش اي مشكله خالص بالنسبه لمصطفى سعد يا جماعه. طيب تعالوا نروح، اكيد في تواصل طبعا من النادي الاهلي بخصوص متابعه الاصابه وتواصل مع الجهاز الطبي يعني، وتنسيق تام موجود يعني. كوره 11 حسابهم على فيسبوك وتصريح للوكاس بودرسكي طبعا النجم الالماني الشهير واللي اكتشفه كولر لما كان موجود في الدوري الالماني، قال لك في الحقيقه كولر لم يتصل بي لسؤالي ما اذا كنت احب ان اتي للالعب معه في الاهلي، هو لديه رقمي ويمكنه الاتصال بي في اي وقت، ده نوع من انواع المزاح، ولكن هو الراجل بودولسكي نفسه بيقول انا بحب دايما اتابع المدربين اللي انا كنت بتمرن معاهم، فاكيد هتابع مشواره مع النادي الاهلي وبيتمنى له التوفيق وكده، لكن حاجه برده كويسه من العناصر اللي اكتشفها بشكل كبير جدا واحد ابرز نجوم المنتخب الالماني طبعا كان كولر بكل تاكيد. طيب اليوم السابع برونو سافيو لاعب الاهلي الجديد اللي في ناس بتتمنى ايقافه باي طريقه من الطرق، اللي هو لازم الراجل ده يتوقف ماليش دعوه، ايه اللي هو عمله مع الحكم هناك ده لازم يتوقف ملناش فيه وخلاص، من غير بقى ما يبقوا عندهم اي المام باي لوائح، او مش شرط يكون عندك المام بس اسال اعرف حقيقه الوضع حقيقه الموقف ايه. المهم برونو سافيو لاعب الاهلي الجديد يفوز بجائزه افضل هدف بالدوري البوليفي، جاب هدف حلو قوي اعتقد شفنا الهدف ده من ضمن الفيديوهات بتاعه اللاعب قبل ما يمشي من الفريق البوليفي، وكان امتى في مباراه كانت يوم 5 سبتمبر اللي هي اخر مباراه لعبها مع فريق بوليفار البوليفي، فجاب هدف كويس ساهم من خلاله فوز فريقه بنتيجه 3-0. هل حد من اللي هم سابوا الدنيا كلها امبارح والازمات اللي موجوده في اتحاد الكوره والقيد ومش القيد والكلام ده هيتكلم عن دي بعد ما اتكلم على ايقاف برونو سافيو هيجيب اي حاجه ايجابيه للاعب؟ لا اوعى تتوقع، اوعى تتوقع كده، مش هيحصل. لكن في كل الاحوال احنا موجودين يا جماعه معاكم وبنتابع كل جديد وبنرد على كل حاجه، لان ده دور قناه الاهلي، دور قناه الاهلي الدفاع دايما عن حقوق النادي وكمان الكشف عن القضايا المهمه اللي بتتعلق بالرياضه المصريه وبكره القدم المصريه بالتحديد، فده دايما هنبقى مهتمين بيه جدا. خليها اروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. الاخبار المحليه ايه يعني، مع ان الواحد نفسه مسدوده من ناحيه اي حاجه محليه يعني، لكن في كل الاحوال لما يكون الامر بيتعلق بمنتخبنا الوطني الاول فده قبل اي شيء، ولازم يكون فيه اهتمام كبير جدا جدا باخبار منتخبنا اللي دايما بنتمنى له يا رب كل التوفيق وكل الدعم والمسانده لفيتوريا والجهاز المعاون ولاي حد، لازم يبقى فيه كل الدعم والمسانده. لما منتخبنا بيبقى افضل في افضل حاله كلنا بيبقى مزاجنا حلو، نبقى مبسوطين، فان شاء الله باذن الله نامل خيرا خلال الفتره اللي جايه
للمنتخب وفيتوريا وللنجم العالمي محمد صلاح وكل زملائه المميزين جدا. يلا كورة، حسابهم على تويتر بيتكلموا عن المدرب ليبيريا اللي احنا هنقابلهم في المباراة الودية المقبلة يوم 27. قال ان محمد صلاح هو احد افضل لاعبي العالم ونحن نعرف ذلك جيدا ونحترمه، ودي حاجة مش جديدة طبعا، اللي هو توماس كوجر مدرب ليبيريا اتكلم في الجزئية دي بالتحديد. يعني محمد صلاح عمل ماتش كويس الماتش اللي فات. في الجول حسام على تويتر، مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الاولمبي، من الوارد جدا زي ما قلت لكم ان هو يشارك في مران اليوم، لكن الامور بالنسبه له مطمئنه للغايه ومفيش اي مشكله خالص بالنسبه لاصابته. نروح كمان لخبر اخر، وده الوطن الرياضي وكلاتنبرج يعلن تفاصيل القائمه الدوليه للحكام. التغيير محدود، والتغيير محدود لان في قوائم بتتعلق بحكام الساحه وحكام المساعدين وحكام الفار، القوائم بتبقى محدوده كده كده عدد معين على الفار، مثلا 3 حكام، كان في محاولات ان يبقى 4 حكام، لكن لسه برضه هنشوف في الاخر هم 3 ولا 4. في الغالب هيتم اسقاط منهم محمود عاشور لانه خلاص ما فيش اي تحديات دوليه بالنسبه له مقبله، لا في بطوله امم افريقيا ولا في حتى كاس عالم خلاص هيتلعب، هو مش موجود، كان محطوط في قائمه الفار ربما ان هو يكون متواجد في كاس العالم، اعتقد محمود ابو الرجال كذلك. ففي بعض التعديلات المهمه اللي هيقوم بيها كلاتنبرج اللي ليه تصريحات غايه في الاهميه عن مستقبل التحكيم المصري، وان الراجل يعني مختصر المفيد بيقول ان هو هيحاول بقدر المستطاع ان هو يطور من اداء الحكام المصريين، ويقول لك ان احنا جينا في شهر 8 اللي فات ما لحقناش ان احنا نبص على كل الحكام، في عناصر خلاص في السن كبرت، في عناصر اخرى لازم ان احنا نهتم بيها ونطور من ادائها. فتمنى له يا رب كل التوفيق كلاتنبرج. والميزه في كلاتنبرج من المفترض ان هو ملوش دعوه باللون ده او اللون ده، فدي حاجه مهمه جدا المفروض يعني. ده بخصوص الترند المحلي. تعالوا نروح لتفاعل حضراتكم وسؤال حلقه النهارده، مين اللعيب اللي انتوا تتوقعوا ان هو يتالق مع الاهلي في الموسم الجديد؟ ونبتدي بهشام عباس، اكيد مش الفنان هشام عباس طبعا، بس يا واحد من الجماهير العزيزه عليه. قال لك بيرسي تاو هيتالق النهارده او هيتالق ان شاء الله في الموسم الجديد. مش عارف ايه حكايه الاغاني يا جماعه، انا عندي مشكله في موضوع الاغاني دي، مش بحفظ قوي بالمناسبه يعني، لكن في كل الاحوال واضح النهارده في فنانين كتير معانا في الحلقه صح. محمد رجب قال لك بيرسي تاو طاهر محمد طاهر وشادي حسين، يا مسهل يا رب ان شاء الله كلهم يكونوا متالقين. ابراهيم عيد قال لك مساء الخير عليك يا كابتن، مساء الفل عليك يا هيما، باذن الله الفريق كله هيكون متالق، واتوقع توهج برونو سافيو وهيكون اضافه قويه جدا لهجوم المارد الاحمر، حتى وهو موقوف، خلي بالك يا ابراهيم ان شاء الله هيكون اضافه وهو موقوف عشان الناس عايزاه يتوقف، فخلينا ماشيين واحده. السيد محمد هيبه قال لك ايه، مساء الخير عليك يا كابتن امير، مساء الفل على حضرتك، اتوقع شادي حسين، وتحياتي لك يا كابتن امير، تحياتي ليك بكل تاكيد ونتشرف بتواصلك معانا. بوسي قالت الفريق كله ان شاء الله يتالق وبالتوفيق للاهلي يا رب، باذن الله الاهلي يكون موفق وان شاء الله باذن الله نشوف شكل مغاير تماما، وبصراحه كل المؤشرات بتقول كده، كل المؤشرات بتقول ان الاهلي هنشوفه بشكل مختلف باذن الله في الموسم الجديد مع كولر ومن خلال اللاعبين المميزين الموجودين في قائمه الفريق. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.